عبارة عن شركة فيها 7 أقسام، كل قسم مخصص لمنحة من مناحي الحياة المالية، تأسيس الشركات، الضرائب، المحاسبة، قسم الاي تي. يعني اي مستثمر عربي او حتى غير يعني احنا نقدم خدماتنا بلغات 6، لكن اللغة العربية هي الاكثر شيوعا وتداولا عندنا بالشركة بحسب غالبية الجذور لهذول الاشخاص اللي بدهم يستفيدوا من خدماتنا. فهي بتكون مسؤولة عن تأسيس الشركات من الصفر حتى دخول أول عميل، من تأسيس محامين، كتاب عدل لفتح سجل تجاري في هذه الشركات، ضرائب، محاسبة، قسم الآي تي إلى آخره. جميل، يعني 6 لغات. طيب يعني في غير مستثمرين وتجار عرب بيتواصلوا معكم ساجد؟ أكيد أكيد، يعني ألمانيا هي دولة فضفاضة من ناحية الاستثمار، فبتلاقي مستثمرين من عدة دول مختلفة بيتواجدوا بألمانيا، لكن للأسف الشديد تعقيدات اللغة والبيروقراطية المعقدة ضمن ألمانيا تحول دون نجاح مشاريعهم بسبب الضغط الهائل اللي بيترتب عليهم. فبكون في عندك أشخاص من فرنسا بسبب قرب مدينتنا على الحدود الفرنسية، بكون في عندك أشخاص من سويسرا، بكون في عندك أشخاص من عدة دول مختلفة، مش فقط عرب، حتى من دول إفريقية بكون، أو من الهند. جميل جدا. طيب يعني برأيك ساجد، يعني كونك يعني على اتصال مباشر مع المستثمرين والتجار السوريين، يعني بتشوف شو اليوم أكثر حاجة أو أكثر نقص يحتاجه المستثمرين أو التجار السوريين في ألمانيا؟ بصراحة أنا بشوف أنه يعني التجارة كانت حكر، أو حتى الاستثمار بالعموم. لما نحكي عن الاستثمار إحنا بنحكي عن السندات المالية أو الأسهم أو أي منحة من مناحي الاستثمار، كانت حكر على عوائل معينة في سوريا وما كانت متاحة لكل الشعب. فبعتقد في عندنا إحنا كسوريين نقص هائل بالمعلومات وجوع كبير لهذه المعلومات، كونها كانت مثل ما حكيت قبل شوي حكر على عوائل معينة. فأنا اللي بشوفه اللي ناقص المستثمرين السوريين، أنا بشوف إنه عندهم الخبرة الكافية إنهم يكونوا تجار، لكن للأسف الشديد ما عم يستثمروا الموارد تبعهم في شطارتهم بالتجارة متضمن القوانين الألمانية. فبعتقد إنه نحن دائما نحتاج حلقة وصل ومركز تعليمي بين البلد اللي نحن قاعدين فيها وخبراتنا اللي جلبناها معنا. يعني احنا اليوم كسوريين ما فينا اليوم نستخدم نفس الأسلوب اللي كنا نستخدمه في سوريا بالتجارة أو بالصناعة أو بالاستثمار بالعموم. لازم يكون في دمج بين خبراتنا وقوانين البلد اللي نحن قاعدين فيها لحتى ينجح هذا الاستثمار. بعتقد هذا اللي بيحتاجه السوريين. شو السبب برأيك يعني إنه السوريين ما عم يعرفوا يستثمروا مواردهم بشكل صحيح؟ هل هو تخوف من لا السوق الألماني أم يعني قلة خبرة؟ لا، أنا ما قلت إنه السوريين ما بيعرفوا يستثمروا، أنا قلت إنه في فئة يعني هذا الشيء كان حكر على عوائل معينة، الآن هم مبلشين بهذا الموضوع، وأنا شايف إنه عم ينجحوا صراحة. طبعا هذا الكلام إحصائيات، مش كلام اجتهاد شخصي مني، إحصائيات حكومية بتقول إنه يعني ماليا الجالية السورية هي من أنجح الجاليات من ناحية سوق العمل. تمام. فيما يتعلق بسؤالك اللي طرحته حضرتك قبل شوي، انا بشوف انه تعقيدات اللغه الالمانيه كونها لغه معقده والبيروقراطيه الكبيره يحول دون نجاحهم بسرعه فائقه مثل ما كنا متعودين عليهم باماكن اخرى مثل مصر او اقليم كردستان في العراق او حتى في دول اخرى بافريقيا. فهذا هو السبب، اللغة والبيروقراطية المعقدة بألمانيا. ويمكن هذا أحد الأسباب اللي دفعك لإنشاء هذه الشركة حتى تساعد المستثمرين والتجار. طيب لو بتقلنا أكثر، شو الأسباب الثانية ممكن اللي دفعتك لفتح هي الشركة؟ صراحة لها سبب واحد وكان سياسي بحت. هلا بغض النظر، اكيد انا بدي استفيد ماديا، وحلمي انه اتوسع بشركتي لحتى تصير تجلب اموال اكثر مشان ما اقدر احول الموضوع للمنحى اللي انا بدي اياه. لكن السبب الرئيسي هو صراحة
الثورة السورية ببساطة، لأنه كنت أنا بعتقد لتحقيق العدل والرخاء في المجتمع لازم يكون في عندنا فرص لكل الشعب بنفس المقياس. يعني أنت اليوم ما فيك كابن مدينة يكون عندك فرص أكثر من ابن الريف، فلذلك إحنا ببساطة فكرنا إنه إحنا في عندنا ثغرة أو في عندنا فراغ مالي بالسوق لازم نغطيه بخدماتنا، بحيث إنه نجعل الاستثمار والتجارة والصناعة من المعلومات اللي قاعدين بنقدمها شركتنا والخدمات اللي بتقدمها متاحة للجميع، وكلهم يحصلوا على نفس الفرصة بالاستثمار تبعهم. فمن هون اجت الفكرة انه احنا الهدف تبعنا اكيد كان جمع المال، لكن له منحى اجتماعي اللي هو تقديم فرص لكل الناس بغض النظر من وين هم جايين وشو هي الطبقة الاجتماعية اللي جايين منها، واذا هم عوائل كانت ذو سلطة بسوريا او لا. جميل جميل. طيب ساجد، اسم الكجة، اسم الشركة، يعني ممكن كثير ناس ما تفهم شو معناه، ليش ما اخترت اسم أبسط؟ اشرح لنا أكثر عنه. صراحة أنا دائما بحاول أربط أي شيء، يعني أنا كشخص مهجر خلينا نحكي من سوريا، اليوم أنا معرض، يعني أنا لما أروح على الجامعة بضطر أحكي ألماني، لما أنزل على سوق العمل بضطر أحكي ألماني، أنا وين ما أروح مضطر أحكي بلغة وثقافة أخرى. فأنا كثير بحاول إنه اي شيء بعمله ممكن يكون له اثر مستقبلا يكون الاثر تبعه راجع على سوريا. فامتنانا للمكان اللي انا اصلا اجيت منه، فكرت شو في شيء اسم لما يسمع الشخص يضطر يسالني شو معناه، بحيث انه احنا نقدر نفتح حديث مع بعضنا. فهو واحد من اسلوب التسويق صراحه، وبحسه انه بيربطني بجذوري بالمكان اللي اجيت منه. الكجة هو مصطلح حوراني بنستخدمه بكثرة، وغالبا بريف درعا مش بدرعا المدينة، وهو معناتها الحصالة أو المطمورة. حتى أهلنا في دمشق بيستخدموا الأجة على ما أعتقد هيك كان اسمها. وهو مصطلح عربي فصيح أصلا معناتها المطمورة أو الحصالة. فلأنه إحنا بنعتقد عن طريق خدماتنا بنوفر على الناس أموال كثيرة بحيث إنه ما يعملوا أخطاء، سميناها الكجة. جميل جدا. طيب ساجد، يعني قد صار لك بألمانيا، وهذا المشروع من ايمت، يعني ايمت انطلقت شرارة فكرته، ايمت بلشت فيه؟ المشروع تقريبا بلشت فيه من 5 سنوات، والسبب صراحة كان عنصري بحت. أكيد ما بدي أحاول أعمل نفسي ضحية، لكن بيوم من الأيام أنا كنت أشتغل في شركة طيران، وهي الشركة جيت متأخر على الدوام تقريبا 10 دقائق، فصاحب الشركة اللي كنت أشتغل فيها وهو شخص جدا عزيز على قلبي وما زال إلى الآن، بس جرحني كلامه وقتها. قال لي انه يعني ساجد زنزي مدم كامل هي هيك، يعني انت جاي بتجمل على الشغل حتى تاخرت. فهو بفك هو همم في كثير ناس بتعتقد انه احنا لاننا جايين من هاي المنطقه فاحنا عندنا خيم وجمال وما بنعرف بتقيد بالمواعيد والى اخره، مع انه كنت بشتغل من عنده اكثر من 5 سنوات. فكثير انجرحت، فانا قلت انا بيوم من الايام لما ممكن افتح مشروعي الشخصي مستحيل اعمل موظفين هيك. فاجيت قلت ليش انا ما افتح مشروع؟ طب ما انا عندي القدره على اني ابيع. فدورت على شيء غير معمول من قبل، وطلعت فكره الكجه من هون، انه خلاص انا لازم اسس مشروعي الشخصي بنفسي، ولهذا السبب يعني تاسست الكجه. جميل جدا. هي أول يعني غرفة تجارة وصناعة سورية في ألمانيا، صح ساجد؟ ايه نعم صحيح، بس ما بعرف اذا فينا نسميها قانونيا غرفة تجارة وصناعة، فينا نسميها نادي التجارة والصناعة، لانه انت بالمانيا عندك غرفة التجارة والصناعة الالمانية اللي بتقدم خدماتها لكل فئات المجتمع، لكن الحكومية للاسف يعني. بلغة واحدة وهي اللغة الالمانية. فاجيت انا قلت اوكي انتم بتقدموا خدماتكم، وخدماتكم اصلا ما عم تعجب حدا، واللي عايش بالمانيا بيعرف هذا الموضوع، خاصة التجار يعني ما بيلاقوا مساعدة كبيرة من الدولة، خصص بسبب التعقيدات البيروقراطية اللي حكينا عنها قبل شوي. فأنا قلت لا، أنا شايف إنه في ثغرات عندكم، خليني أفتح أنا شيء مشابه لهذا الإشي، لكن أقدم هاي الخدمات بلغة الناس الأم وأضيف عليها خدمات أخرى وبسعر أرخص. فلما قدمنا على الطلب لمزاولة المهنة بسبب الخبرة اللي عندنا تمت الموافقة عليه، وتم تأسيسه ضمن فترة زمنية وجيزة. جميل جدا. طيب ساجد، يعني انا كتاجر او كمستثمر جيت لعندك، قلت لك يعني شو بتقدر تقدم لي، كيف تقدر تقنعني انه انا انضم للنادي تبعك؟
أنا مش لازم أقنعك، لأنه صراحة إحنا ما بنشتغل بهذا الأسلوب. أول شيء في عندك فترة التجربة، أنت فيك تستخدم هاي الخصلة في التسويق تبعنا، إنه نحن بنقول لك أوكي تفضل شوف الخدمات اللي بنقدمها، وإحنا متأكدين إنه الخدمات اللي بنقدمها لا تقدمها أي شركة أخرى بألمانيا، متفردين فيها. قد يكون الكلام نرجسي، لكن إحنا واثقين منه لدرجة إنه بيوم التأسيس الأول وصلنا أكثر من 1000 طلب من شركات بدها تسجل، لكن إلى الآن إحنا ما زلنا غير منطلقين لحتى نتأكد 100% إنه الخدمات إحنا قادرين نقدمها بأفضل جودة ممكنة. يعني من وقت ما انطلقت يعني فكرة تأسيس هذا النادي ويعني إلى اليوم، شو أكثر الصعوبات اللي واجهتها في التأسيس والصعوبات اللي ممكن ما زلت تواجهها إلى الآن؟ صراحة قد أعتقد أني أنا نوعا ما شخص محظوظ بالمحيط تبعي. يعني أول ما أجيت على ألمانيا كان في عائلة ألمانية تبنتني وقالت أنه ساجد ليش ما تيجي تعيش عندنا. فلما عشت عندهم أنا تعرفت على أشخاص كثر بمحيطي حاولوا مساعدتي بشتى الطرق، كانوا ألمان. فدائما كان في عندي محاميين بجانبي، دائما كان في عندي معقبين ضريبيا، دائما كان في عندي أشخاص يملكون سلطة قانونية بالبلد. هذا لا يعني أنه واسطة، بل هم كانوا يرشدوني إلى الطريق الصحيح كيف أعمل هاي الشغلات. فما كان في عندنا عواقب إلا العواقب المالية، يعني لأنه لما تأسس شركات وتجيب موظفين بكثرة هذا مكلف بشكل كبير. فإحنا كان عندنا مشكلة من وين بده تيجي المصاري لحتى نأسس مشروعنا، لكن هاي المشكلة انحلت لأنه بلشنا بشكل صغير من 4 سنوات وبلشنا نكبر شوي شوي لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا واصلين لها. قديش تقريبا العدد التقريبي يعني للمستثمرين والتجار يلي اشتغلوا معكم؟ وحسب إحصائيتنا الأشخاص اللي عملوا استشارات فقط عددهم فوق 6000 شركة. الأشخاص يلي إحنا بنعمل لهم حساباتهم والأوراق الضريبية تبعهم يتجاوز تقريبا 700 شركة تقريبا. جميل. طيب في قادم الأيام أو قادم السنين، شو خططك ساجد للمستثمرين والتجار العرب، ولا شايف إنه مشروعك خلاص يعني كامل لا متكامل؟ أكيد لا أكيد لا أكيد لا أكيد لا. يعني في عندنا الآن عم نشتغل على بودكاست مع أشخاص معينين، راح نستضيف فيه قادة المجتمع المدني من المستثمرين يلي هم بالأصل بكونوا مشهورين، أو حتى أشخاص ذوي سلطة، نحكي فيها كيف فينا نسهل نحن على المستثمرين الحدث أو التجار الجدد اللي جايين من ثقافات مختلفة، كيف بدنا نسهل عليهم فتح الأنشطة التجارية والمشاريع بألمانيا. هاي واحدة. اثنين، قريبا راح يصدر كتاب إلي اسمه المال عاريا، بنحكي فيه كيف بدأ الاقتصاد من الصفر إلى يومنا الحالي. قد يسهل على المستثمرين فهم كينونة المال وكيف بدأ وكيف نشأ. الشغلة الثالثة اللي راح نعملها، وهي قلت لك غرفة التجارة والصناعة أو نادي التجارة والصناعة، بحيث إنه نجمع كل المستثمرين العرب في مكان واحد يحميهم ماليا وقانونيا، يجعلهم يتبادلون الخبرات فيما بينهم لتأسيس مشكاة وورقة، خلينا نسميها ورقة ضغط، بحيث إنه إذا هذول المستثمرين طلبوا شيء من الدولة أو من الحكومة الألمانية يكون لهم صدى للصوت تبعهم. لأنه لو أنا كتاجر واحد طلبت من البلدية تبعي أنه يتغير شيء معين في تأسيس الأنشطة التجارية، أكيد ما راح ياخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار. لكن لو أنا أجيت قلت كسوريين، إحنا تقريبا 5000 شخص، بدنا القانون المعين أو طريقة التعامل تتغير. ف أنا بعتقد أنه قد يكون لها أثر وقد ينظر لطلباتنا بعين الاعتبار أكثر إذا ما كنا فرادى. جميل جدا. طيب ساجد، يعني لفت نظري بموقعكم في شيء اسمه أكاديمية حوران، بتحكي لنا أكثر عن هي الأكاديمية، وبدي أسألك يعني بالنسبة للتجار، يعني ما بدي نقول إنه التجار أو حدا يعني حابب يبلش بمجال التجارة، يعني المبتدئين، هل بيكون في يعني شيء مثلا مثل دعم، تدريب، تأهيل للدخول لسوق الأعمال عندكم؟ أول شيء أكاديمية حوران، أنا قلت لك بحاول دائما أربط أي شيء بعمله من المكان اللي أجيت منه بحيث أنه
ابقى على اتصال مباشر مع جذوري، وبحيث انه كمان اي شيء بعمله تذهب حسنته او صيته الحسن للمكان اللي انا كبرت ووعيت فيه، لانه حوران هي كانت نافذتي يعني لهي الشغلات للامانه، مش بس المانيا. واحد، الأكاديمية حوران أسسناها لأنه شفنا أنه عمليات النصب والاحتيال المستمرة على فئة الشباب وتجويعهم ماليا، خصوصا بعصر السوشيال ميديا، صار في أي حد عنده مسرح يحكي عليه ويقول لك أنه أنا لو أجيت لعندي أنت فراح تقدر تستثمر معي بمبلغ فلاني، راح أعطيك عليه أرباح وكذا وكذا. أجيت أنا قلت أوكي أنا ما بدي أشتغل هذا الشغل، وطبعا ما له كثير علاقة بشغلي، يعني أنا بشتغل أكثر مع التجار أكثر بكثير مع المستثمرين اللي بدهم دخل جانبي. فجينا عملنا أكاديمية حوران وكتبنا فيها عدة مقالات وعملنا عشرات الفيديوهات عن هذا الموضوع، أنه هذا الكلام اللي بتسمعوه غالبا هو نصب واحتيال، ولا تنجروا خلف الكلمات المعسولة لأنه ما في دخل جانبي بيجيك بشكل مجاني وبهاي البساطة اللي بتحكي عنها الناس. فكان هذا السبب اللي تأسست على أساسه أكاديمية حوار. نتمنى أما لكم. لسؤالك الثاني، تفضل. سؤالك الثاني عفوا على الإطارة، سؤالك الثاني اللي حكيت فيه هل في عندنا تدريبات؟ نعم، لكن هاي التدريبات غير مجانية، يعني يجب على الشخص حجز استشارات، لأنه احنا بنعتقد أنه هاي الاستشارات أصلاً على الألمان ثمينة، فإحنا عملنا أسعار مخفضة للسوريين، يعني الفرق كان فوق 60% بين السعر للجاليات الأخرى، وللسوريين خفضناه بنسبة 60%. فلا، ما في شيء مجاني، لكن في تدريبات لكن ضمن استشارات مدفوعة وغير مجانية، أما أكاديمية حوران مجانية.